ورا بعض واقفين بالألوف، عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور، وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب، واللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار. في قطر ودم وضرب نار، وفي حصان اسود ما بين الناحيتين، ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. طبيعي سنة الحياة، ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى. واحد رجع والتاني تاه، ويا اللي تاه شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم، صح وغلط باطل بحق بيتصدم. بيتحذر كل لما كان بيتردم، ضمير صحي وضمير موافق يتعدم. سيناريو كان مفتوح واللعب على المكشوف. اللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار، في ما بين الناحيتين، ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. ايه اللي بتعمله ده يا فتحي؟ يا ابني حرام عليك كده، هتضر نفسك. ما تقلقش يا دربو، انا صحيح اعرف فتحي من فتره قريبه، بس انا ليا نظره يعني، هو طيب قوي، هيروق كده وهيخلص لك موضوعك هتشوفي. انا بقى معاشره من سنين ومتاكده انه مش مؤذي، انا اللي مؤذيه. عشان في حاجات حصلت في اليومين اللي فاتوا دول بسبب الزفت اللي اسمه غنيم اللي انت طلقه علينا، محتاج لها وقفة. ماشي، أشوفك الليلة. سلام يا دكتور. غريبة أوي دي يا فتحي، هي نوران ممكن تتصل بك ليه؟ يعني إيه مش طايقك؟ أنتوا هتجننوني؟ هو أنا بشتغل هنا في حضانة؟ أنا ذنبي إيه بس يا نوران هنا؟ أنا كذا مرة أحاول أفهمه بالذوق إن تلميحاتي مش مقبولة، هو اللي أخذ مني موقف وقلب علي. قلب عليكي؟ انت عندك اللي يخاف عليكي ويقلب الدنيا لحد ما يخلصك باللي انت فيه. طب ما هو برضه عمل معاكي كده، انت ناسي انه خلصك من ايد غنيم ولا ايه؟ خلي بالك من نفسك يا حبيبي. ايه بقى؟ ايه؟ مش قلنا بلاش الكلام ده؟ ابعد عن البت دي خالص، انت فاهم؟
ولا انتوا كلكم بقيتوا زي بعض؟ الخيانه بتجري في دمك. لو سمحت يا نورانا هانم، انا ما اسمح لكيش تكلميني كده. لو انت عندك عقده من الرجاله ولا مقروسه من حاجه ما تطلعهاش عليا. انا راجل محترم وهفضل طول عمري محترم غصب عن اي حد. البت دي لو مشت من هنا وبلغت اللي زقنها هنبقى كلنا في خطر، غير انها لو راحت بيتها غنيمها هيقطرها ويقتلها، يعني وجودها هنا هيحميها ويحمينا. خالد ده استشهد، اكيد انت مش فاهمه. تخيلي يا هانم ان ربنا قادر على كل شيء. ايه اقتلني يا فتحي، اقتلني يا فتحي وريحني وريح نفسك. اقتلني، خلص يا فتحي. انا كدبت عليك، قلتلك ان انا بكرهك اكتر من الدم، ده مش حقيقي، عمري ما كرهت حاجة اكتر من الدم، حتى انتي بكل قرفك وغدرك ما كرهتكيش اكتر من الدم، لسه ليك عمري عالمة. وصليني. اوكي يا شومان خليك صاحي، لو في اي حاجة جديدة كلمني. هو خالد لسه عايش؟ ونيم الكلب لعب بينا تاني. ونيم ده غلطة كبيرة يا باسل ولازم نصلحها. I want to find them and make him pay for this. انا مستغرب قوي ان الراجل بتاع برهان اللي في المديرية ما بلغوش بلعبة خالد. تفتكر يا دكتور كشفه هو كمان؟ معرفش، خالد ده حد خطير جدا بيعمل ترتيبات خاصة مش مفهومة. طب تفتكر يا دكتور ده ليه أي تأثير على عملية سراج؟ It's not our problem. دي مشكلة فتحي، لو عرف يحل المشكلة دي أوكي It's excellent، لو ما عرفش نلاقي سكة تانية. سراج للورا بس. اولا تحمد ربنا انك لسه عايشه، ثانيا لو رجلك هوبت بره الباب ده، لا انا مش ههدد ولا احذر تاني، المره دي هنفذ من سكات يا مرفت. انت اللي خليتيه فتحي يعمل كده؟ مش مهم مين اللي خلاه يعمل كده، المهم انه حصل. مرفت انا عايزاكي تشدي حيلك، انا هروح دلوقتي عند اوضه ماهر اجيب شنطه الادوات الطبيه لحد ما انتي كده تستحمي وتغيري هدومك، ولو ما قدرتيش انا هجهز لحدك. Thank you.
كارما، انت تستاهلي ان فتحي يحبك. كتر خيرك. مفيش فايده فيك برضه يا فتحي، حنيت وسمعت كلام كارما في الاخر. ما انت عارفني يا صاحبي، من غير كلام كارما انا عمري ما حبيت الاذيه ولا الافتراء. يا اخي البنت دي حظها عجيب، حظها عالم بجد يا فتحي. بنت الكلب بتفلت من كل مصيبه ومصيبه، عامله زي القطط بسبعه رواح. قطط؟ ايه الحنيه دي؟ قول حيه، قول عقربه. عشان كده فتحي سبتها عشان ترجع لسننا تاني. لا ما تقلقش، كده كده مرفت هتفضل تحت عينينا، عمرنا ما هنديها الامان. هو انت فتحي مش خايف على كارما منها خالص؟ لا، ميرفت عمرها ما تقدر على كارما. لا يا راجل، ازاي بقى؟ اقول لك يا صاحبي، كارما دي قلبها كبير قوي، وطبيعتها ملهاش حل، ممكن تهزم اي شر حتى لو كان شر ميرفت، وممكن تعمل مع ميرفت اللي احنا ما قدرناش نعمله، وتبقى هي الدواء اللي ميرفت وزيها. قصدك يا فتحي؟ قصدي تعقلها وكارما تعمل اللي احنا ما قدرناش نعمله مع ميرفت. طب ويا فتحي، ميرفت دي فارقه معاك في ايه؟ تعقل ولا ما تعقلش، تغور في 60 ده يا اخي. عارف انا بعمل ليه كده يا تربو؟ لحاجه واحده بس، اكراما لذكرى اخويا وابني الغالي اللي مات على ايديها وقلبه متشعلق بيها. اكرم يا تربو، مش عايزه ازعله حتى في تربته. ازيك يا شمس؟ اهلا يا شكري بيه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. برهان جوه؟ اه طبعا يا فندم، موجود في مكتبه، اتفضل. منور يا شمس. الله يخليك يا فندم. الله. والله وحشنا يا فندم، وحشنا. يا برهان، يا برهان شمس؟ دي خلقت سد النفس يا راجل. اعمل ايه بس؟ ما الخلق اللي بتفتح النفس تعرف عمليه المشاكل. قلت اجيب شمس هنا اهو، يقابل الناس وخلاص. يعني سد خانه لغايه لما الخلق اللي تفتح النفس ترجع تاني؟ لا 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 يا عم، لا لا، في عرض النبي. انت شفت عمليه المشاكل قد ايه؟ على رأي المثل، يا نحلة اللي تقرصيني وانا عايز منك عصير قصب. بعدين اذا كان على الخلق اللي تفتح النفس، امر رطرطه اكتر من الهم على القلب. على رأيك، وانت بالذات لو شاورت هيجي لك 1000. سيبك بقى من الكلام الفارغ ده وقول لي عملت ايه؟ في ايه؟ جرايه يا برهان، في موضوع سراج. يا اخي انت لما بتحط حاجه في دماغك بتبقى فظيعه. وهي الحاجه دي يا حبيبي مش جايه على مزاجك ومقتنع بيها؟ ما انا ما كنتش مقتنع بيها، ما كنتش جبت تصريح لزياره سراج بكره. هو ده برهان الحاوي اللي انا اعرفه، ما يكسلش ابدا في حاجه فيها مصلحه. تصدق انك ابن حلال مصفي؟ لسه كنت هتصل بيك قبل ما تيجي. اه طبعا انا ابن حلال مصفي جدا كمان. قول لي بقى كنت هتصل بيا ليه؟ بص يا سيدي، انا عملت تصريحين، واحد ليا وواحد ليك، هنزور سراج بكره. هنروح مع بعض ليه؟ انا ايه لازمتي في مشوار زي ده يا برهان؟ البركه فيك يا اخي. لا 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 يا حبيبي، مش انت تقترح وترميني في النار لوحدي؟ بطل لقمه شكري. انت مخوني يا برهان، خايف للامور يحصل فيها امور اول ما اعرفكش. يا اخي يا اخي ما تحسبهاش كده، احسبها كده ليه؟ اصل انت انسان مقنع، مقنع، كلمه منك كلمه مني نقدر نقنع سراج وننفذ كل اللي احنا عايزينه. بطل قلايبك دي معايا، حاول. انت عايز تجيب رجلي في الخيل. والله انت لو شايفها خيه خلاص، نقطع التصاريح ونلغي زياره بكره، وكفى المؤمنين شر القتال. لا وعليا يا برهان، انا هاجي معاك، هاجي معاك، لاني متاكد ان الخطوه اللي احنا بنعملها دي في مصلحتنا، وهتامننا من غدر اصحابك. حلو قوي، بكره الصبح تعدي عليا ونروح سوا، ما عدتش انسى الموضوع خالص. لا يا حبيبي مش هنساه، هعدي عليك ونروح سوا. حبيبي يا شكرا، حبيب قلبي برهان، حبيب قلبي من دي وي. حلوة. يعني يا رامز بيه قلت لي هتكلمني وما كلمتنيش، ينفع كده؟ أنا كويسة. إيه؟ عايزين نخلص الموضوع بقى. بس أنا من رأيي يعني إن المواضيع المهمة اللي زي اللي بينا دي ما تنفعش تخلص في التليفون، ولا ايه؟ يعني اقصد ان احنا لازم نتقابل احسن. طب خير البر عاجله.
وراك ايه النهارده بالليل؟ فاضي؟ طب كويس. عارفه. لا ده مناسب جدا. تمام اتفقنا. هتلاقيني عندك في الميعاد. اوكي. باي. ادخل. نورهان هنا. ها في حاجة يا رشا؟ في واحدة اسمها سمر بره بتقول ان في ميعاد مع حضرتك. سمر؟ اه ميعاد كنت ناسياه. خليها تدخل. هو يوم باين من اوله. اهلا وسهلا. اتفضلي. خير يا سمر؟ قلتي لي في التليفون انك عايزاني في موضوع مهم. كنت حابه اول حاجه اعملها لما ارجع مصر ان انا اجي ازورك، وما تبقاش المعامله بينا بالرسميات دي لان احنا قرايب. لا ده مش كده وبس، وكمان انا مديونه لك. ده على حسب ما الست الوالده قالت لي في المقابله اللي فاتت. وانت ايه رايك في الكلام اللي سمعتيه منها؟ ما اعتقدش ان انتي مضيعه وقتي ووقتك عشان تعرفي رايي، واعرف انا كمان رايك. اكيد لا، انا جايه عشان حاجه اهم. طيب انا بقول بقى ندخل في الموضوع على طول عشان انا ما عنديش وقت اضيعه. الاهم ان كان نفسي لما اجي الاقي خالي عشان اوصل له رساله كان بابا محملهاني قبل ما يموت. ايه الجو ده؟ هو احنا هندخل في مواضيع من النوع ده ولا ايه؟ مش فاهمه قصدك. وطبعا باباكي مات في الغربه نتيجه انه ما كانش لاقي ثمن الدواء، واكيد طبعا كان بيدعي على الراجل الظالم المفتري ابويا انه اكل حقك وحق مامتك. مش هي دي برضو الطريقه اللي انت جايه تستعطفيني بيها تاني ولا ايه؟ انا لا جايه استعطفك ولا عايزه حاجه منك، لان احنا ملناش حاجه. وهي دي كانت رساله بابا لخالي الله يرحمه، والرساله كان ليها بقيه، بس بعد معاملتك دي ما بقاش ليها لازمه. واسفه على تضييع وقت، بعد اذنك. استني عندك. اسمعي بقى، انت مش هتخرجي من هنا غير لما تقولي لي معنى الكلام اللي انت قلتيه دلوقتي ايه، فاهمه؟ معنى كلامي واضح جدا، احنا ملناش حاجه عندك. اه؟ ومين بقى اللي رسم لكم الرسمه الجديده دي؟ شكري؟ ما انا شفتكم وانتوا قاعدين معاه. يكون في علمك انا كنت عايشه مع الراجل ده واتأذيت منه كتير، وعارفه انه لعبان، واكيد هو اللي مخطط لكم. دي مش لعبه، دي الحقيقه. ويمكن اللي خلاني اجيلك بسرعه كده ومن ورا ماما هو الكلام اللي انت بتقوليه دلوقتي، واحساسي ان شكري ده هيدخلنا في مشاكل ومصايب وهيورطنا في حاجات احنا في غنى عنها. اطمني، ورحمه بابا، وده حلفان غالي عندي قوي. انا لا بعمل مشاكل ولا اتفقت مع حد، ولا مع شكري ولا مع اي حد تاني. يبقى تهدي كده وتقعدي وتفهميني بالراحه وعلى رواقه من غير ما تخبي اي حاجه. اتفضلي. يعني هتفضلي نفسك شويه؟ شوفي بقى، انا معاكي لبكره الصبح. ابتدي حكايتك. ايوه يا مجدي. موضوع مهم بخصوص ايه؟ طب الموضوع ده ما يخلص في التليفون؟ خلاص يا مجدي، هكلمك قبل ما اخلص شغل بشويه عشان تعدي عليا واسمع منك يا سيدي ايه هو الموضوع المهم. خلاص يا مجدي، قلت لك هكلمك. باي باي. يا ترى عايزني في ايه يا مجدي؟ موالي الحب والجواز اياه؟ ولما بابا المرض زاد عليه صرحني بالحقيقه، هو فعلا خالي ما كانش موافق على الجوازه دي عشان بابا كان مجرد موظف صغير عنده، لكن في الاخر الجوازه تمت، وبابا ساعتها اضطر ان هو يسيب الشركه عشان ما يحصلش اي مشاكل. وطبعا عامر بيت ديب كان حق مامتك في الورث وهدده. ميراث ايه بس؟ الشركه وقتها ما كانتش زي دلوقتي، وكان احوالها متعثره جدا، وخالي وقتها قعد معاهم وشرح لهم ظروف الشركه الماليه. ماما وقتها اقترحت ان هي تبيع نصيبها، وخالي عشان ما يدخلش حد غريب اشتراه هو رغم المشاكل. هو حقيقي اه ما عرضش مبلغ كبير، بس هم ارتضوا ووافقوا لأن بابا كان عارف إن خالي بيقول الحقيقة. وساعتها ماما اتنزلت
وبعد كده بابا جات له السفريه وسافروا هما الاثنين. انا مش فاهمه، طب المشاكل ليه؟ لما مامتك اتنازلت بمحض ارادتها ليه المشاكل؟ عشان بعد كده الشركه وقفت على رجلها، والاخبار دي وصلت لماما فافتكرت ان خالي ضحك عليها، ولما قالت لبابا ان هي عايزه تطالب خالي بميراثها تاني قال لها احنا ملناش حاجه عند حد ومش هقبل من حد مساعده، وعشان كده بابا اداني الورقه عشان ماما ما تعملش مشاكل لما ترجع مصر. مش فاهمه، طب ليه بابا قاطع اخته طول الفتره اللي فاتت دي؟ لانها ضغطت عليه في عز ازمه الشركه وكان هيخسرها بسببها، وهددته انها ترفع قضايا او تبيع لحد غريب، وخالي وقتها اضطر ان هو يتداين عشان يديها نصيبها، وهو قال لها وقتها ان عمره ما هينسى لها الموقف ده وانها لا اخته ولا يعرفها. عارفه يا سمر، لو الكلام اللي انت بتقوليه ده طلع مظبوط هتبقي شلتي من على كتافي حمل كبير قوي. للدرجه دي؟ شوفي يا سمر انت بتتكلمي عن باباكي ازاي وفخوره بيه انه عظيم قد ايه. حطي نفسك مكاني، لما حد يجي بعد العمر ده كله يفهمك ان باباكي واكل حق الناس، موقفي كان هيبقى عامل ازاي؟ انا فاهماكي ومقدره، بس والله برضو ماما مش وحشه. الفرق بينها وبين بابا ان هو كان شغال في الشركه وفاهم، لكن هي لا، وبالنسبه لها اخوها بس كان بيضحك عليها مش اكتر. ده كله يتعالج، انا شخصيا ما يهمنيش الفلوس، كل اللي يهمني ابويا انه ما يكونش واكل حق احد. اما مساله الخلافات العائليه دي وسوء الفهم فان شاء الله ان شاء الله يتعالج. انا حسبت لك كلامي بالدليل، دي صوره من التنازل اللي ماما مضت عليه بعد الاتفاق مع خالي، انا خدته من بابا عشان اطلعه وقت اللزوم وامنع ماما انها تتصرف غلط. الحمد لله على السلامة يا بنت عمتي. الله يسلمك يا بنت خالي. تعرفي انت ريحتيني قوي يا سمر، انا من النهارده مديونه لك بحاجات كتيره قوي، وان شاء الله هقدر اعوضك انت وماما عن كل اللي انتوا شفتوه. اما شكري بقى فسيبهولي، انا هعرف ازاي ابعده عنكم. انا خلصت ضميري ونفذت وصيه بابا الله يرحمه اللي علمني ما اخدش حاجه مش من حقي. تعرفي خالك كان غلطان لما رفض جواز والدتك من راجل عظيم زي باباكي، باباكي احسن ربايه الله يرحمه. انا كمان وقعت في نفس المشكله دي، رفض واحد بيحبني بحجه انه مش من مركزنا. بابا كان راجل اعمال شاطر، كان بيحسبها بالورقه والقلم والمركز. كمان لله وحده الله يرحمه. الله يرحمه ويقدرني على درية هانم واللي هتعمله لما تعرف. لا 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 لا، ما تشيليش اي هم، مامتك انا هعرف اتصرف معاها، وانا ما باكلش حق حد. صحيح ملكوش حاجه، بس انا هعوضكم عن كل اللي انتوا شفتوه، ومش كده وبس، هبذل كل جهدي عشان ابعد عنكم الواطي الحقير اللي اسمه شكري ده، ونرجع تاني نتلم. يا ريت. ما تستعجليش، هيحصل بإذن الله قريب قوي هنخلص من الهم ده. أنا مش قادر أفهم، يعني إحنا نعمل كل ده عشان نخبي إن أنت عايش وفجأة تبوظ كل ده بزورك النهارده في لحظة؟ عفريت العلبة، ما أنت عارفني بحب الشعوذة، أعمل إيه طيب؟ شعوذة إزاي طيب؟ بعد إذنك أفهم. يعني إحنا زي ما إحنا يا مجدي، ومخططاتنا كلها ماشية زي ما هي. أنا حاسس إن ظهورك ده هيأثر على كل مخططاتنا اللي حضرتك بتقول عليها. ما أنت لو شغلت دماغك شوية وفكرت كده هتكتشف إن ظهور النوران ده النهارده هيبقى فيه فوائد كتيرة أوي. طب فوائد إزاي؟ أنا مش فاهم. يعني بص، مثلاً لو أي حد شغال مع نوران أو قريب من نوران بس شغال ضدها هيقلق ويمكن يكشف نفسه. أهم من ده كله بقى إن نوران النهارده وعدتني إنها هتتعاون معانا، وده هيفرق معانا جامد جدا جدا جدا، وهتشوف. ماشي نوران وتمام، عملية سراج بقى هنعمل فيها إيه؟ مالها عملية سراج؟ برضه هتفضل زي ما هي،
الناس دي اصلا ما تعرفش ان احنا عرفنا انهم هيحاولوا يهربوه. وبعدين حتى يعني لو ظهرت قدامهم وعرفوا اني ما متش مش هتفرق معاهم. ما تقلقش يا مجدي، صدقني انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. وبعدين بقول لك ايه، هو مش انا ببطل دخان، انت بتولع عادي كده قدامي وقاعد تمام يعني مبسوط من نفسك؟ هو ابطل انا كمان؟ طيب لا ما تبطلش، بس يعني حس باخوك يعني. انا اسف خربشه. تفتكر يا مختار المناقصه دي هترسي علينا؟ اكيد هترسي علينا. بصي، المناقصات التعبانه اللي مكسبها تعبان زي المناقصه دي، الناس الكبيره قوي بتسيبها للناس التعبانه قوي اللي زي حالتنا. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني الاحباط اللي انت فيه ده؟ هو انا ناقصه يا مختار؟ يا بيبي ده مش احباط، دي حقيقه. احنا ليه نعيش في الوهم؟ ما نعيش على ارض الواقع احسن. والله معاك حق، احنا عارفين الكلام ده من ايام حتى مجموعه الديب وايام ما شكري ما كان في عزه في السوق. الله يرحمها ايام. دلوقتي بقى يا بيبي لا في عز ولا في وز، احنا لو حصلنا يعني ورك كتكوت يبقى من الله. زي ما بيقولوا عم يبكي وعم يضحك. مساء الخير. مساء النور. شكري بيه موجود؟ اه طبعا موجود. ثانية واحدة. على فكرة شكري بيه لو مش موجود احنا نوجده. ولو مش موجود برضه احنا كلنا موجودين. مختار. هاي. اتفضلي حضرتك. شكري بيستنتظرك. او شكري بيه ده بقى 100 100 مروق دماغه على الاخر واحنا اللي شايلين الليله والله. تصدق وتؤمن بالله يا مختار، احنا ربنا عمره ما هيكسبنا ولا يربحنا طول ما حضرتك واللي مشغلك شغاليني في دور النحنحه. ليه بس يا بيبي؟ بيبي ما هي بيبي دي اللي جايبه لنا الكافيه. وحسيت ان قعدتي في البيت هيبقى فيها سين وجيم وهتجيب لي وجع دماغ، فقلت ان انا اسافر سفريه طويله وقررت اخلع. برافو عليك، احنا مش ناقصين وجع دماغ. وبعدين بيتي تحت امرك. يعني مش هتقل عليك؟ تقل عليا ده ايه؟ اوعي تقولي كده، ده الارض ان ما شهدتكيش اشيلك فوق دماغي. وبعدين يعني اقل واعمل معاكي الواجب. اوكي، اللي تشوفه. بس في مشوار مهم لازم تعمليه. مشوار ايه ده؟ عايزك تعدي على برهان. برهان تاني؟ ده ما بقاش طايق يشوف وشي، وبعدين انت نسيت التهديدات اللي كان بيهددها لي. اسمعي بقول لك، زيارة برهان دي مهمة قوي. ليه بقى؟ لأن الزيارة دي هتطمنه وتنايمه من ناحيتنا، ولو عملتي اللي أنا قلت لك عليه مظبوط يا بسمة، ممكن نطلع بقرشين كويسين كمان منه. لا بقى، بالراحة عليا كده وفهمني أنا هقول له إيه بالظبط في الزيارة دي. الله يرحمك. وحشتني قوي يا بابا. أنا وحشة قوي. بجد أنا وحشة. إزاي قدرت أصدق إن أحن حد في الدنيا ممكن يبقى بالأسودي؟ إزاي قدرت أصدق إن أنت الراجل العصامي اللي عمرك ما إيدك اتمدت على الحرام ممكن تاخد حق أختك؟ حقك عليا. أرجوك سامحني. بس أنا عارفة إن أنت هتسامح. عارف ليه؟ عشان الأمانة يا بابا. عشان الشركة دي. مستحيل. مستحيل أخلي حد ممكن ياخدها مني أو يستولى عليها. مستحيل يا بابا. عشان الناس اللي بتاكل من وراها عايش. يا رب قويني على الأمانة. ادخل.
اكيد في وقت مش مناسب ولا ايه يا نورهان هاني؟ لا لا لا، وقتك مناسب جدا. في حاجه؟ شويه ورق بس عايزين يتمدوا، لو تحبي ناجلهم مفيش مشكله. لا لا، حالا حالا همضيهم لك. اهو يبقى خلصنا شويه حاجات من اللي علينا. هاتي. عارفه يا رشا، انا اليومين دول بقيت اكتشف حاجات غريبه. حاجات غريبه زي ايه يعني؟ يعني كذب، خداع، نفاق. كذب ونفاق من مين؟ مش مهم تفهمي، المهم انك تعرفي وتبقي متأكدة ان الكذب والنفاق والافتراء بقوا مرض العصر. ربنا يكفينا شر الافتراء والنفاق والمفتريين. على رأيك، ربنا يكفينا شر الافتراء والنفاق والمفتريين. ما هو حاكم اللي يكذب ويفتري يبقى فاجر، يعمل أي حاجة في الدنيا. ويكون في علمك بقى يا رشا، مفيش كدبة بتدوم يا حياتي، مش كده؟ آه طبعا. وأنا كمان معذورة، بعد كل اللي مريت بيه وحصل لي بقى عندي غواية كده أكشف الكدابين. ومش كده وبس، بعد ما أكشفهم بفضحهم وما برحمهمش. عايزاكي تخلي بالك كويس قوي يا رشا. أنا؟ أخلي بالي من إيه بس؟ يعني من الكذابين اللي موجودين حوالينا، من المنافقين. وأول ما تشوفي أي حاجة غلط قدامك تيجي تقوليلي. أنت شفتي طبعًا أنا عملتلك إيه في الأستاذ شوقي، وأنت عارفة ومتأكدة أنا بثق فيكي قد إيه. إن شاء الله أكيد هعمل كده.
مش لاقي الجوكر ولا داخلين في مزاد بنية سواد وبنية بياض واللي بيصطاد بكرة هيتصاد ما تخافش